نادي سخنين وباسم بلدية سخنين بنقدم الشكر الكبير يعني لك يعني كمدير الفندق وراعي هذا المحل. احنا بنطلع على انه يعني شكرنا اول شيء هذا واجب. اولا رعايه اولادنا وابنائنا اللي في عندنا 300 طالب من شقي البرتقالي من عرب الداخل في عند اهلنا في نابلس. وانا بعرف انه ما قصرتوا عمليا مع الاهالي باستقبالكم لمجموعات اهالي الطلاب وفتحتوا عمليا القصر كبيت حسوا في بيتهم. وفي نفس الوقت يعني طلابنا هون كمان يعني ساعدتوهم في المراحل الاولى قبل طبيعي ما ياخذوا الغرف والمساكن. يعني احنا بدنا نشكركم جزيل الشكر، وفي نفس الوقت نقولكم يعني انه بتعملوا مشروع مش سياحي انما مشروع ثقافي كبير وحضاري كبير من خلال فندق القصر. فاحنا حابين ننقل الحقيقه تحياتنا من سخنين من اهالي الطلاب من الجليل باسم كل اهلنا في عرب الداخل على عملكم الكبير لهذه المدينه الغاليه. الله يحييك يعني بارك الله فيكم. انا بشكر كمان يعني بالخص الدكتور غزال ابو ريا، وبشكر كل اهل سخنين وبلديه سخنين، وبشكر كل اهلنا في عرب الداخل لانه احنا فعلا اقتصادنا معتمد بشكل كبير على اهلنا في الداخل، وبنتمنى انه التواصل يزيد والجامعه جامعه نجاح لما فتحت يعني قبول الطلاب من عرب الداخل هذا ان شاء الله راح يعمل يعني يقوي الاقتصاد والعلاقات تقوى. وبنشكركم كثير يعني دائما بارك الله فيك. انتم بالنسبه لنا اهلا وسهلا فيكم تسعي علينا اللي إلها مكان في رواية شعبنا الفلسطيني أسوة في كل مدننا الطبيعية الفلسطينية من جنين ونابلس وأريحة والخليل والقدس طبيعي اللي هي روضة العقد إلنا وبيت لحم ورام الله وكل مدننا الفلسطينية عمليا. إحنا بندعي أهلنا في الداخل إنه يعني يبرمجوا رحلات عائلية سياحية. أنا اليوم مع أولادنا وأنا بعتقد إنه بدل ما أولادنا يروحوا على إيلات وعلى مختيش رامون شق رامون اولا يتعرفوا على هويتنا الثقافيه وعلى جذور عملية ثقافية. ومن هون كمان نوجه طبيعي رسالة لكل المراكز التربوية ولكل الأطر التربوية في المثلث والنقب والجليل والمدن المختلطة. أنا بعرف أنه في برمجة يعني مجموعات اللي هي بتيجي على نابلس للتسوق للتعرف على نابلس. هذه المدينة غالي وفيها بعد ثقافي وحضاري وفيها جذور وفيها يعني البعد الإنساني والوطني إلنا، وافضل ما يروح على محلات ثانيه انما تعزيز السياحه المحليه والجولات عمليا الهاتفي لتعرف عليها. احنا مش من زمان يعني كمان بنبرمج لعمان عند اهلنا في عمان يعني، وهذه اجت خطوه ثانيه اللي هي يعني زيارتنا لهون. فبندعي حقيقه كل مدرستنا العربيه كل اطرنا الرحلات العائليه يعني انه يبرمجوا لنابلس بحس ان احنا عند اهلنا. احنا مش جايين على فندق اللي بيقول لك خذ المفتاح بس، انما الاستقبال. فبارك الله فيكم ومشكورين. الله يحييك. يعني فعلا احنا اهل واحنا بنشعر هم اهلنا لما يجوا عندنا، يعني ما في اي فرق اطلاقا. هم كمان كثير بيعطوني انطباعات انهم هم فعلا بيرتاحوا اكثر هون، بحسوا انهم مش غريبين في نابلس او في الضفه بشكل عام، لكن نابلس هي في علاقه وطيده بينها وبين الشمال يعني. فهي في تشابه كبير بالثقافه وبالعادات وهيك، واحنا دائما بنرحب فيكم يعني فعلا انه هذه لفتات. دائما انا بعرف انه جزء كبير من العرب الداخل بيجوا دعم للفلسطينيين او دعم للضفه ولاقتصادها، لانهم هم حاسين قديش احنا يعني محتاجينهم. فاحنا بنتمنى انه يدوم هذه العلاقات تدوم وتزيد الزيارات. وهيك احنا عندنا عرب الداخل بشكله 26% فقط من نسبه النزلاء اللي عندنا، لازم يزيدوا ان شاء الله. لازم يزيد هاي النسبه، لازم تزيد كثير يعني. يعني لما ان شاء الله نابلس يصير فيها مرافق سياحيه اكثر، انا متاكد انه راح تزيد هذا الشيء. يعني هم هلا اغلب اللي بيجوا تسوق على نابلس. هلا بنتمنى انهم يجوا بالاضافه للطلاب، بيعززوا بصيروا اهلهم يجوا يزوروهم وكذا. هذا بيعزز كثير العلاقه وبيدعم اكيد الاقتصاد. 300 طالب اغلى ما يكون عندكم. نعم. انا بقول لك الطالب يعني مستوى دخل الفرد عندكم بالداخل اكثر من عندنا، فالطالب بيصرف هون اكثر من الطالب، بجوز بيصرف اكثر من دكتوره في الجامعه. فهذا بدعم الاقتصاد بشكل او باخر، زائد انه اهله راح يجوا كل اسبوع كل اسبوعين، يستاجر شقه بيشتري، فعمليا هو في حركه ان شاء الله بتدوم.
ان شاء الله. ونشكرك دكتور غزال على يعني مشاعرك المجيده. شكر لكم عمليا. نعم وبنرحب فيكم دائما احنا. استاذ رافع كلمه نشوف اول شيء نشكرك جدا على كل اعمالك اللي هي واضحه وبصماتها موجوده مع الاهل ومع الطلاب ومع كل الزائرين. احنا بنحس انه انتم مش بس انتم بحاجه لنا، احنا بحاجه لكم. فطلابنا اليوم بيرتادوا جامعه النجاح، وان شاء الله جامعه النجاح من نجاح الى نجاح بتقدم دائما. بالنسبة لنابلس، نابلس كيف حكيته يعني مدينة عريقة وتاريخية ولها جذور ولها أصالة ولها ميزات يعني حرفية ومهنية منذ القدم يعني. ونعرف إنه تجار نابلس يعني يتصفون بالأمانة وبالصدق وبالسماحة، وهذا يعني بالمهنية برضو من ناحية الصناعة والجودة، هذا بيعطي لنابلس التميز اللي إحنا دائما بنحس فيه. بالنسبة للفندقة طبعا فندق القصر هو نشعر به ان احنا هون مش نزلاء انما امراء واصحاب مكان كيف تفضلت. وبنزيد انه نابلس هي مش بس تسوق انما تذوق. المأكولات النابلسية، الاغذية النابلسية، الحلويات النابلسية، الكنافة النابلسية جزء من تاريخ عريق وتراث عريق اللي احنا بنعتز فيه. وبنقول كيف حكيته الثقافة هي رابط مهم. احنا كثير اشياء من عندنا اللي ما بنصنعها وما بنشوفها وما بنستلذ في طعمتها الاصيله، خلينا نسميها النكهات الاصيله، اليوم نقدر احنا نشوفها في نابلس ونشاهدها في نابلس ونتذوقها في نابلس. فيعطيكم العافيه، ان شاء الله بتضل دائما مدينه تجاريه سياحيه علميه رائده على مستوى مش بس عرب الداخل وعلى مستوى الضفه انما برضه على مستوى الشرق الاوسط. دائما بنشكر حقيقه يعني كمان الصحفي اللي أنا بعتقد أكثر من الصحافة بيعمل أخ أمين بشير، موقع كل العرب اللي بيغطي كل أحداث يعني شعبنا في الضفة الغربية وبلور مواقف وبلور نهج عمليا. فبنحييه حقيقة الأخ أمين بشير يعني موقع كل العرب. بارك الله فيك.